عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ميكرو غسان. شكرا بزاف على لي كومونتير اللي كتصيفطوا لنا، الصراحه كنقراهم كاملين، صافي بليزير كيفرحوا. شكرا بزاف. اليوم عندنا حلقه جديده، غادي نخرجوا غادي نسولوا الناس على المدخول ديالهم الشهري، شحال كيدخلوا وفاش كيخسروا هذاك المدخول. صافي يلا نبداو الحلقه. خصنا على الاقل شي 3000 درهم في الشهر. 10000 درهم معايلا. يلا حلف بالله تقسم لك يمينا. كنخسر ديك 1000 درهم تقريبا الشهر، وتقريبا انا بيرسونيل ما واحد 4000 5000 درهم. على 5000 درهم تقريبا. ويمين ناف مين الكراب الدوب المام مسائي. انت الحمد لله ما مرتاح. انت انتما طبقه برجوازيه ولا طبقه متوسطه؟ ما بين وبين. انتما مثلا شحال كدوزوا شهر؟ الحي صعبت، كانت عند الناس الدخل قليل، فهمتي؟ الناس راه غير تيصبروا، الناس راه غير صابرين، كما تيقولوا تيدوزوها في اللحم ديالهم، تندوزوها بالخبيزه والزويتنات وكذا، وتنقول الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر لله. ما عندناش يعني المغربي باقي ما تيشوفش ذاك، ما عندوش ذاك الرفاهيه. اي ذاك لا، ماشي رفاهيه، اي ذاك المينيموم، ذاك المينيموم ديال هذه خصو لازم منها وهذه خصو لازم منها. ياكل الكروفات ويقدر شي ياكل الكذا. وين وصلنا الكروفات؟ غير الاساسيات. بشحال كيدوز لك الشهر مثلا الحاج؟ شي 30000 ريال هذاك الشيء. 30000 ريال؟ 30000 ريال. دوز بها الشهر كامل؟ وي. شنو كدير بها؟ كتسكري بها؟ وكيشيط ليا منه. وكيشيط لك؟ وانت راه تزار الحاج، راه هذاك راس البوس. تزار انت. ولا كيشيط ليا منه. بغيتي تسافر انت والمدام مثلا؟ نمشي انا والمدام صافي الدنيا هانيه. هذاك 30000 ريال نيت؟ اي. وكيشيط ليا منه. فين تمشي؟ نمشيو للدكولا. عندي ولادي ساكنين معايا تاهما. تاهما تياكلوا ويشربوا. واحد قدك وواحد كبر منك. هذاك اللي تيكبر مني بان لي تياكل بزاف. تدخل 1500 درهم اللي كتشد في الشهر. انا كونسيج هنا. واش كدير باش تكمل الشهر؟ كندير كنتسلف كريدي. يعني 1500 درهم كتكري بها كتاكل بها؟ تاكلها. وزونا بين عاد السلام. راك راسك بغيتي دوري بران ما عندك منين تجيبها. لا لا هذاك صافي ربطوا بشي درات ضربوا مع الخير. شغلك هذاك امر تيخصك احنا ما يعنيناش. بحال حنايا دابا بيع وشرا وكذا القضية تزيرات. تزيرات بزاف. اللي غيجي يشري منك ما بقاش عنده باش غادي يشري منك، يعني ولا شي كيعول على شي. مثلا شحال كنتي كتدخل في الشهر؟ بشحال هذيك تان دخلت 10000 درهم كان ديال 10000 درهم في الشهر. في الكزان اخوك تنبيع التليفونات. صورني معاه صورني. مرحبا بكم. ايوا لا طلع لي ديك 1500 راه مع هاد الجائحة ومع لا طلع لي 1500 راه مزيانة. 1500 درهم تدوز بها شهر كامل. ايوا واش ندير؟ تاكلوا مثلا؟ ما ناكل اللي كان، يا عدس يا لوبيا يا اللي جاب الله ناكلوه. بايد اللي كان. اش غادير؟ ما تاكلش بيتزا، بيتزا دابا انت من حقك تاكل بيتزا. باش ناكلها. باش ناكل البيتزا ولا السوشي الكالامار ولا ناكل، ما عنديش انا الامكانيات باش ناكل داك الشيء. فهمتي بحكم الطبقات الاجتماعيه اللي كاينه فهمتي. هي إيه من طبقه مثلا؟ انا الطبقه المقرده فهمتي، ما بيناش عليا ولكن عندي الثقافه ديال انني تنتهلا في راسي. ثقافه برجوازيه ولكن الطبقه لا ماشي ثقافه برجوازيه فهمتي. هذا ستانترن اللي كنرفضو انا، لان هنايا هذيك سميتها لوليغارشي. لوليغارشي سي اون مينوريتي كي بوسيد لي بلو غراند فورتون بيان سور او نيفو ناسيونال فهمتي، واللي ما عندها حتى شي علاقه بالهموم ديال الشعب المغربي. ما مسوقاش ليه نكونوا واضحين فهمتي، واللي فيهم الناس اللي كتحكم في الدواليب ديال الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه ديال المغرب. هما اللي تيديروا لنا بحال البياضق فهمتي، هما النيت اللي كيشكلوا منهم المؤسسات الاخرين بما فيها البرلمان وزيد وزيد وزيد. قد الخبيز قد العنيب. باش غنتعلقوا فين تفلقوا؟ لا ما عندك تعلق، عندك تعلق شنو؟ لا 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 كنمشي على قدري. حلالا طيبا. واللي بغى يبوسك تيعرف واش فينا هو. الله يبارك فيك. اللي بغى يبوسك يعرف تيعرف واش فينا هو. باش تبوسني؟ لا ما على سبيل المثال تيتقل المثال. وشحال كتصور في الشهر؟ ايوا تقريبا كناخذ 1300 درهم. 1300 درهم. كتعيشك 1300 درهم؟ لا كنوصل سيارات كنسخر للناس كن في المجموع تتوصل لشي ايوا نقول ما نعرف شحال كنوصل 2000 بحال هكا بحال هكذا تقريبا. المهم كتحس براسك كتعيش العيش الكريم ولا كتعيش العيش الغير كريم؟ لا لا العيش الكريم لا بزاف. العيش ماشي حتى الكريم. قل ما تاكلش بيتزا في خوي دماغ؟ لا لا في خوي دماغ بيتزا ما ناكلهاش. سوشي كلام مع السوشي وداك الشيء ما كنعرفوش. لا مرات شي نهار ايوا ديك الساعات ما نعرف مولاها ربي. مولاها ربي باقي ما وقعتش لكن نتمنى وما توقعش. نتمنى وجي الموت احسن من يجي المرض.
لا اله الا الله. الى جا الموت حسن، الانسان غيكون مرتاح. شي مرات الموت رحمه. اه بيان سور، لان الا مرتي شكون اللي غادي يعتني بك؟ ما عندك تغطيه صحيه، ما عندك هذه، ما عندك هذه، ما يمكنش. تصبروا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. صابرين. هذا صابرين، فهمتي؟ عندنا ما ندير. ولكن جوسكا كون، الى اين؟ الى متى؟ الى متى؟ تبقى ديما صابر 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 صابر، حتى واحد النهار فهمتي؟ فرقع ولا انفجر، فهمتي؟ دابا الجيل ديالنا حنا، الجيل ديالي تهضر على نفسي، حنا كنا تنصبروا، الوالدين ديالنا صبروا، حنا تنصبروا. ولكن يقدر يجي الجيل هذا اللي جاي جديد ما صبرش شو كاع الصبر ما تعرفش كاع الصبر ما عرفتش صافي تعرف هو غير لان هو عنده كل شيء واجد عنده داك الشيء تيتبادل في الانترنت طق 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 تيقول لك انا خصني ريزولتا خصني نكون بحال الامريكان ولا بحال فرنسا فهمتي ولهذا خص تنقولوا للمسؤولين والناس لهذا يردوا البال من المستقبل خصهم يبدي التصرف اللي داروا مع الناس القدام ماشي بحال التصرف الجديد دابا خصني الفوت رافايي شحال كدوز الشهر اخويا فاش ندوز الشهر ديال علاش العطله الفاكونس الفاكونس لا كنضحك معاك فاش كدوز الشهر بالفلوس الفلوس اه فلوس آه بألف درهم تقريبا تندوز الشهر تمشي الاوتيل لي ريستورون و تندير الشامبينغ ديال الحوايج شامبينغ اه الشامبينغ ديال الحوايج ألف درهم اه تيتقام عليه بألف درهم قضيه ألف درهم كويتي هذا ألف درهم كويتي من الطبقة البرجوازية إذا لا لا ماشي من الطبقة البرجوازية أنا من الطبقة العادية المتوسطة ديجا لي كان ديجا لي موفر ليا شي واحد الدري ديالي من الميريكان هي تصيفط ليا العاقة وي عندي ساطة ساطة في ميريكان عندي ساطة في ميريكان تصيفط لك العاقة في ميريكان تصيفط ليا العاقة في ميريكان شحال كتصيفط لي؟ تصيفط ليا 700 دولار في الشهر في الشهر زوينة يا هي بوغوسا سميتها؟ هي سميتها هايني هايني هاينيز هاينيز قول لنا شي ميساج بالانجلي باش تفهمك I am love you baby to Hainiz I am like you baby خطير في الانجليز حبيبي واعر هاهي انا وراك التصويرة ديالها هاهي هاينيز بوحدينا يا الكوليزي مسيت في الريمات وباقي كنفيزي يا ليفل غادي في متريزي لا باغي تعقلي كون غراج لوميزي سولو من تي وسم بيش يسير الورقة فين غيبان لك شي بريزي طومي غادي كيوريني الام سي لينك حشو كيقول غخليني في الفيندو مجموعين عشراني غنسالي معاكم بالغلي سلامي راه اللي قال لي قالوا قالوا لي من والو اوفا غادي نسالو غادي توشي الكارو ونبرب ليه في دارو قبل ما يقول لي الو دام يا راك ميموريزي مرمى تجيني ايزي باش نكون مقدي خاصك تقرا فيزيك لكن تيقو زاحي غا بعد مسحتي وخليك معايا ساحي بلا ما تبد سلاحي هو فكترو فداك درو سباب سبيد سراب غادي مسربس فلما تسول كيف جسائل سائل وسط الساوند سالي مسائل بشحال كدوز الشهر انت بشحال تدوز الشهر بنادم تيدوز الشهر تيعطر وصافي تيتسنى القبر هذا هو المغربي بنادم تيدوز الشهر تيعطر تيتسنى القبر صافي ما تيعيش الحياه عمر بلا ذكريات وشباب تيجمع النفايات تيتسنى الممات ما كايناش ديك المساواه الديمقراطيه لا ما كايناش الارضيه كاين الطبقيه الطبقيه حرام في الواقع هي شوف واحد عنده مثلا 600 مليون هكتار واحد السيد يدوز الشهر العسل كاريغار شي روار تيجوع مع ولادو الصغار كل ولادو الصغار تيطلعو تاهما كومبلكسي علاش بو هنا ما عندوش ليكزيستونس ديالهم تيطلع فابل ما تطلعش عن بيرسوناليتي كومبليت شحال تيطلع لك الشهر؟ هو تقلب انت على 1500 درهم بالسيف بالسيف وكاين اللي تيشريها مثلا 1500 درهم تيشريها كارد ونستون ريحه ريحه تيشريها هو ولكن لا وكاين اللي تكميها كارد وتستثمر في فرنسا تعطيها لفرنسا باش تعيش ولكن راه الشعب منتوف اللي موريش مجرد ان الانسان يقدر يبيع حياته مقابل باش يشري غار ضحيه الاستثمار ديال السمسار وانت عشتي واحد الواقع مخايب انت ولا ولادك كراو هذه ولا في الاخر تجمع واحد الكونتيتي ديال الفلوس ما كليتيهاش تعطيها السمسار باش يعطيك واحد الغار نهضروا على المعيشه في المغرب فهمتيني الخي كاتاستروفيك كاتاستروفيك القضيه ماشي يعني. لا لا فريك لا ما تسيبش داوي راسك الراس ويلا وبالرشوه بالرشوه انا واحد لقيتها نعس في السبيطار قسما بالله خرجت من البنج كانت واحد خياتي قلت لها فرم ليا قال لي بلاش لينا حلاق قلت لها عطيني 20 درهم عاد دق الكبرى فرم ليا لك بالله لي شنو غادي ما عتقاتكش بغات 20 درهم عاد دقات لي برا قسما بالله لي شنو غادي اخويا دقاتك البرا ودقاتك في 20 درهم 20 درهم الله يسهل عليكم شرو ديال شي ايفون الله يسهل عليكم تاع
طالع بديت شي الله يسهل عليكم. كنطلب من جلاله الملك، بغيت ايفون 11 الله يسهل عليك هادشي اللي بغيت. انا ما بغيتش والو في الدنيا واخويا. بوفري راه ما تيصور والو في هاد البلاد. انت بوفري؟ بوفري. ماينش عليك بوفري مع اللباس. لا بوفري كاين خوك لباس. ولكن خوك لباس وعشاق فهمتي ياس الحار. راك تما وسا حوايج البال. لا لا واش بان لك تحويج البال هذا؟ ايوا راك انا تنشري من البال. ورا كاع تنشري من البال. كتشري راه كلشي تيشري من البال. راه المغرب كامل بال. شحال كتصور في النهار؟ شحال كنصور في النهار؟ كنصور 40 درهم ولا 30 درهم صافي. قدني مع ولادي ولا 50 درهم. شحال عندك من ولد؟ عندي ثلاثة. ثلاثة؟ وانت حتى ولدتي بزاف كتصور 30 درهم في النهار ووالد ثلاثة. ايوا داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. ما درتوش الوقاية؟ ما درتوش الوقاية؟ لا دايرين الوقاية دايرين كل شيء. داك الشيء مكاتب الله سبحانه وتعالى من عنده. تنسولوا الناس شحال كيدخلوا شحال كيدوزوا الشهر؟ شحال كدوزي شهر انتيا ديال الفلوس؟ 2000 2000. كتعيشي ب 2000؟ كنعيش ب 2000. كدوز الشهر انت مثلا تقريبا شي ضعيف بزاف شي 700 درهم ولا 800 درهم. شنو 700 درهم في الشهر؟ هذاك الشيء اللي كاين. ما ضعيفه بزاف، ما فيها الكرا، فيها كل شيء. 700 درهم فيها الكرا؟ معلوم فيها الكرا. على شحال كاري انت؟ الكرا فو 200. قرش ما عندك ما تدير، كتصرف كتقلب شي بلاصه اخرى كتكريدي صافي كتفك راسك. دابا انت مثلا شحال كتصور في الشهر؟ شي 1500 درهم 2000 درهم ويلي. صافي صافي الله يجعل شي بركه اخي. ولكن راه انت تشوف المعيشه لوز. وبنتي ليا لابس مزيان جوردن الاخر كدا كلشي الاخر اخي. الاكس هذا ايفون اكس. الاكس اخويا دخل غير 2000 درهم وعندك ايفون اكس. واش دير خاص تقامني في بلايص اخرين تبقى تلقى كيما تيقولوا. انت بعدا من الطبقه البرجوازيه ولا الفقيره؟ لا الفقيره. فقير المدقع. نو غير هكا وهكا الحمد لله. واش شحال كدوزي الشهر انت مثلا؟ مثلا شحال زعما كندخل؟ على حسب. حنا المغاربه معروف علينا كنخرجوا اكثر من اللي كندخلوا فهمتي. زعما شحال ديال المصروف كنصرف في الشهر؟ بالكراب كل شيء بكل شيء بكل شيء شي تقريبا شي 2500 3000 درهم تقريبا. صافي كاريبي هذه يربيها كل شيء. كاريبي 1500. 1500 تعيش بها انا ومراتي وبنتي. الماء والضوء والماكله الضوء كتجينا مع الجيران طاق طاق داك الشيء على قد الحال. المهم انت مكافي مقاتلين انت شوف حال تسعدك خبر عاد غادي بحالي. انت مثلا استاذ بشحال كدوز الشهر؟ بشحال كيطلع لك شهر؟ محيد الشهر كيفاش شحال زعما شحال كنخسر في الشهر؟ كتخسر في الشهر؟ ايوا على الاقل واحد 10000 درهم. الله كبار. ايوا شنو؟ انت لاباس عليك الوسط؟ ماشي لاباس عليا داك الشيء لا سميتو ما شايط عليا ما خاصني. 10000 درهم تتقدك؟ لا ما كافياش 10000 درهم ما كافياش. هي ما كافياش؟ هي ما كافياش. يلا نمشيو نقلبوا على شي خدمه حنايا. فيها الماكله فيها الكرا فيها فهمتي؟ الشراب فيها لا ماشي الطاسه. الشراب خصك تفهم ما بين الشراب والشراب. الشراب زعما المناضله. عاوتاني هو راه استاذ انا غير موظف بسيط انا غير 40000 ريال كتقدني كنمشي على حسب المعيشه ديالي. دوز الشهر ب 40000 ريال؟ على حسب المعيشه ديالي. تدير ليها؟ انا والمراه والوليد. 40000 ريال كتوكلكم تشربكم تديكم الحمام كل شيء؟ الحمام في الدار عندي ما كنمشيش انا للحمام. انت مقاد كل شيء في الدار؟ كل شيء في الدار ما كنبقى. من بلدي؟ لا لا رشاشه وصافي. سودو زهاني صوب 10000. عوضنا كل اللحم كل نهار غادي نبقى ناكلو مره في الشهر. عوضنا كل الديسير كل نهار غنبقى ناكلو مره في 15 يوم. 15 عام. والعدس واللوبيا والاخر راه بنادم كيقضي بها راه 1500 و2000 راه تخرجوا ليه. تخرجوا استاذ. كنقول ماشي تخرجوا بذاك المعنى يعني تخرجوا هي يبقى حي. يبقى حي. سيرفيف سميتها. فوالا يبقى محافظ على الحياه ديالو. في 5000 6000 ولا في 10000 20000؟ لا 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 مش 20000. لا هاشم الباسك ديال 30000. لا هذا يعني على انه لا داير خدام. شوف انا نقول لك برافو عليك اللي كاين الاغلبيه الساحقه كتلعب ما بين 4000 5000 درهم ويا ربي تخرج يعني لما دخلناش فيها الدواء لما دخلناش فيها السفر لما دخلناش فيها كتوبه الدراري. ولكن الله سبحانه شوف المغربي عمره ما يموت بالجوع.